السلام عليكم اعزائي المشاهدين، هذا الجزء الثاني من تصليح شاحنه الكاميرات. من الساعه شوفنا لكم العطل، وهسه راح نشوفكم لما كملنا العطل واشتغلت وشنو اللي لقينا بها عطل. هاي اعزائي المشاهدين كانت عاطله بها هاي المتسعه، قلنا عليها بدلناها وبدلنا الفيوز، وهسه اشتغلت الشاحنه. هسه راح اشوفكم الشغل مالتها. هاي هسه نربط الكهرباء، هسه اشتغلت الشاحنة، وهذه الفولتية مالتها. هسه نخليها بالمقياس بالكيبل، هذا الكيبل نخليه على الدي سي. وهسه بعد ما تاكدنا من انها تشتغل، هسه نرجع كل شيء لمكانه وان شاء الله راح تشتغل. يعني ما تكلفتنا شيء، مجرد هاي باقي بها شحنه بالمتسعه، مجرد جبنا متسعه من طبعا مرات تعطل. هذه قلنا القنطره الدايودات، هاي القنطره، هاي احيانا تعطل هم تتبدل، تتواجد موجودة بالأجهزة العارضة اللي عندنا هواي. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد، ولايك ومتابعة، شكرا لكم. تابع القناة على اليوتيوب، حساب جديد وإن شاء الله عندنا به مشاريع. يعني ما تحتاج بعد لا دورات ولا فد شيء، أنت من يمك تظل تشتغل أول ما تتعلم بممتلكاتك الشخصية، وبعدين تطلع للعلن، وأي دعوة هي تبدي سرية وبعدين تصير علنية. وشكرا لكم.